المشاهدين المشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا في هذا اللقاء بعنوان رمضانيات نتحدث فيه عن شهر رمضان المبارك عبر فضائية جي ميديا، ثم يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ صالح معطان في هذا اللقاء الأول حول رمضانيات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، شرفتمونا. جزاك الله شرفا أخي الفاضل، أنت وجميع المشاهدين الكرام. فضيلة الشيخ، بداية كل عام وأنت والمستمعين والمشاهدين بألف خير. حقيقة نود في هذا اللقاء أن نتعرف كيف يستقبل المسلم رمضان، وكيف يمكن للإنسان أن يستغل هذه الفرصة العظيمة في ظلال أن الله عز وجل قد جعل الصيام فريضة على المسلمين وعلى من كان قبلهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي الفاضل، المشاهدين الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان منذ رؤيته لهلال شهر رجب، أي قبل رمضان بشهرين، كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فأن نبلغ رمضان لا شك أنها نعمة عظمى، حيث ورد في الحديث أن رجلين من المسلمين أسلما في نفس اليوم، ثم أحدهما استشهد في سبيل الله والآخر تأخر لعام، فشوهد كلاهما في الجنة، وشوهد من تأخر في وفاته بأنه دخل الجنة قبل الذي استشهد في سبيل الله عز وجل. فلما نقل الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الشهادة لا شك أنها مرتبة عليا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس قد صام شهر رمضان زيادة عن أخيه؟ أليس قد صلى كذا وكذا؟ أليس قد ذكر تلا قرآنا إلى من الأعمال الصالحة؟ من هنا جاء الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فأن ندرك شهر رمضان هذه نعمة ما بعدها نعمة، لأن تجار الدنيا في مواسم الخير، يعني ربما في خلال شهر أو أقل من ذلك يكون ربحه وريعه ورصيده أضعاف ما يكسبه في سنة كاملة. فأن يأتي هذا الموسم، موسم المتقين، متجر الصالحين، فيه يتنافس المتنافسون، أن ندركه لا شك أنها نعمة تستحق منا الشكر، تستحق منا التشمير، الجد، الاجتهاد. يعني لاحظ أخي الفاضل، لما ربنا عز وجل تحدث عن الدنيا قال: فامشوا في مناكبها. يعني لو مشينا مشي السلحفاة أو الحلزونة ببطء يكفي، يعني من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لما تحدث عن صلاة الجمعة كما قال عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله بجد واجتهاد وسرعة ونشاط، كذلك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لما تحدث ربنا عز وجل عن الجنة قال: سارعوا، سابقوا، ففروا إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن هذا الشهر المبارك لا شك أنه شهر يعني مميز، بارك الله فيكم، علينا أن نحرص عليه كل الحرص. فضيلة الآن، فضيلة الشيخ، كيف نفهم الامتداد، يعني إن صح التعبير التاريخي،
لفرضية الصيام، حيث أخبر الله عز وجل أن هذه الفرضية كانت علينا وعلى الذين من قبلنا على امتداد التاريخ. ما أثر ذلك وما أهمية ذلك على أن تكون هذه الفرضية لكل الأجيال التي تؤمن بالله عز وجل؟ هو الآية الكريمة في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. آيات الصيام وردت في 5 آيات في سورة البقرة. والملاحظ أخي الفاضل، لما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة، وكان سؤال الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فزوده الله سبحانه وتعالى بجملة ملكات ليقوم بتبعات هذه الخلافة. وكان من أهم هذه الملكات أولا، وعلم آدم الأسماء كلها، العلم الشامل الموسوعي. وسبب تخلف المسلمين وتراجعهم أن غيرهم اهتم بالعلم ونحن تقاعسنا، هذه واحدة. النقطة الثانية، لما قال ربنا عز وجل: وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، لاحظ أخي الفاضل أن المباح والحلال آلاف إن لم يكن ملايين الشجر، لكن والمحرم شيء يسير أو بسيط جدا، وهذا فيه تعزيز الإرادة. إذن قوة الإرادة، العزيمة، تحكم الشهوات، ألا يكون الإنسان عبدا لشهواته. يعني لاحظنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، طبعا أنواع من الثياب، تعس وانتكس. لم يقل صاحب أو مالك، إنما قال عبد. فربنا سبحانه أن يحرر هذا الإنسان من العبودية لهذه الأشياء ولهذه الشهوات. الآن لما رسب آدم عليه السلام أو لم ينجح في هذا الامتحان، فرض الصيام. فجاءت آيات الصيام في سورة البقرة التي كادت أن تستحصي القرآن كما ورد في الأثر. ثم لاحظنا كذلك في نفس سورة البقرة: كتب عليكم القتال، وبالتالي كان رمضان شهر انتصارات. ثم تأتي قصة طالوت، وطالوت عليه السلام قبل أن يخوض معركته الحاسمة، وإذا به يمرر جنده وجيشه ضمن سلسلة ابتلاءات كان من ضمنها بعد الصيام. أن عطشوا وقطعوا مسافة ليست باليسيرة: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وبالتالي كما قال شاعرنا: وإذا استباح الناس حرمة ربهم فماذا تظن بحرمة الأوطان. يعني إذا استطاع الإنسان أن يسمو على شهواته حتى المباحة، كما يقولون حط في النار الحمراء بتلكيه. أما إذا كان لا قدر الله فشل أمام سيجارة أو أمام شربة ماء أو غير ذلك، هذا لا يرجى منه خير، والله تعالى أعلم. بارك الله في قضية الشيخ. في ذات السياق في سورة البقرة أيضا تحضرنا الآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكأن الله عز وجل أراد أن يرسل رسالة لأولئك الصائمين ليربطوا ما بين صيامهم وكتاب ربهم. فكيف يمكن للصائم حقيقة، وقد يعني نقل عن بعض السلف أنهم كانوا ينقطعون عن كل شيء من الأمور العلمية والعملية، حتى وإن كانوا يشتغلون بالفقه وغيره، إلا أنهم كانوا يبذلون كل الجهد في رمضان ويصيرونه للقرآن الكريم. فما هي يعني النصائح للمسلم في رمضان، كيف يتدبر وكيف يقرأ القرآن؟ نعم، هو لا شك أخي الفاضل كما تفضلت، يعني من ميزات هذا الشهر العظيم، من عظمة هذا الشهر وبركته، أن القرآن الكريم نزل تنزيلين. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وكان على الراجح في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر. ثم ابتدأ كذلك نزوله من السماء الدنيا عن طبعا بواسطة جبريل عليه السلام إلى قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في هذا الشهر المبارك. وبالتالي هنا عظمة هذا الشهر العظيم. يعني من أسباب عظمته وبركته وخيريته تنزل القرآن ونزول القرآن. الآن إقبالنا على القرآن ملاحظ في شهر رمضان المبارك. الناس جميعا
رجالا ونساء كبارا وصغارا يقرؤون القرآن، لكن يجب أن ننبه لما يلي. أولا يعني حينما قال عليه الصلاة والسلام يشفع الصيام والقرآن للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته من الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته من النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان فيه. تعاملنا مع القرآن لا يجوز أن يكون كأولئك الذين قال الله عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني مهما حملنا الحمار أجلكم الله من علوم وكتب لا ينتفع بها، كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وهذا التحذير حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. محمد إقبال رحمه الله الكاتب والفيلسوف المسلم قال كنت وأنا صغير يقول لي أبي اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل، أنت المخاطب. جميل. فإذا أول حاجة يجب أن نقرأ القرآن طيلة أيام السنة ولا نقتصر على شهر رمضان المبارك، وإلا يصدق علينا شكوى النبي عليه الصلاة والسلام يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النقطة الثانية، لابد أن نحسن تلاوة القرآن الكريم. يعني الآن حينما نجد أن بعض الطلبة حتى الجامعيين لو أعطيته يقرأ سورة قد لا يحسن قراءة هذه السورة. الأمر الآخر، لابد من العمل بالقرآن الكريم. القرآن الكريم لاحظنا تفاعل الصحابة وتعاملهم معه لما نزلت آية الخمر، مجرد فهل أنتم منتهون، على طول حتى من كان قد رفع الإناء إلى فمه أراق وقالوا انتهينا انتهينا. من كان قد ادخر كمية كما ندخر الزيت في المواسم أراقها، يعني لم يكن والله يا رب أمهلنا حتى نبيع هذه الكمية. نساء الصحابة رضوان الله عليهن وعلينا لما نزلت آيات الحجاب تليت عند صلاة العشاء، عند صلاة الفجر لم ترى أي امرأة حاسرة الرأس أو كاشفة الرأس، إنما حتى يعني لم يكن ننتظر حتى يظهر الصباح ثم نذهب إلى السوق لنشتري أشياء على الموضة، إنما شقت مرطها وتلفعت به حتى لما أتينا الفجر كما قلنا كن مثال التزام. الآن لما نقرأ آيات الربا، يمحق الله الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حينما نقرأ حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام درهم الربا أشد عند الله من 36 زنية، ثم نجد معظم المسلمين حتى الصوامين القوامين للأسف، هل هكذا نتعامل مع كتاب ربنا؟ حينما ربنا عز وجل من فوق السبع سماوات يخاطبنا يأمرنا وينهانا، يعني هل هكذا يتفاعل مع كتاب الله عز وجل؟ لاحظ أخي الفاضل لما انتقل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فالفاروق والصديق رضي الله عنهما وعنا يتوجهان إلى بيت أم أيمن رضي الله تعالى عنها وعنا، فلما رأتهما أجهشت بالبكاء. لما سألاها يعني أتبكين وأنت تعلمين أن الله أعد لرسوله عليه الصلاة والسلام المراتب العلى وهو اختار جوار ربيعة، تأثرت هي، تذكرت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت والله إني لا أعلم ذلك ولكني أبكي أنه انقطع خبر السماء. ربنا عز وجل الذي حتى في القرآن الكريم لما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان إشارة إلى أن الإنسان بدون قرآن لا وزن له، لا قيمة له، لا معنى له، لا وجود له. القرآن هو الذي رفعنا، هو الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. هكذا نتعامل مع كتاب ربنا فقط في المآتم أو في الحجابات أو هكذا؟ هذا لا يجوز. فيجب أن فعلا أن نفتح قلوبنا لكتاب الله، أن نتأثر بكتاب الله، أن نعمل بكتاب الله، نطبق كل ما نزل علينا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فقط يعني أحب أن أنوه للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أنا بإمكانكم طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ حول رمضان وفقه رمضان لمن أراد. أيضا فضيلة الشيخ، يعني نسمع كثير حول أن رمضان مبارك، حتى إحنا
في ثقافتنا نتبع دائما صفة المبارك للشهر الفضيل، نقول شهر رمضان المبارك، يعني تلقائيا نحن نصف هذا الشهر بالبركة. فما علاقة البركة بشهر البركة الشهر المبارك شهر رمضان؟ ولا شك أخي الفاضل أن جوانب البركة كثيرة في هذا الشهر المبارك، يعني حينما يقول عليه الصلاة والسلام هذا حديث قد أظلكم شهر مبارك، وصفه بأنه مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة، فيه تغلق أبواب النيران، فيه تصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، والكلمة على إطلاقها، يعني بحيث هذا الحرمان لا حدود له. وبداية ما معنى البركة؟ طبعا إن أنزلناه في ليلة مباركة، ربنا تبارك وتعالى كتاب أنزلناه مبارك، بلادنا بفضل الله مباركة. حتى أقرب المسألة، هو واضح أن الأمم السابقة كانت تعمر، نوح عليه السلام عاش ما يقرب من 1000 عام، آدم عليه السلام كان كذلك، ورد في بعض الآثار أنه ذكر أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الأمم السابقة صام 1000 شهر، قام 1000 شهر، جاهد في سبيل الله. فتمنى الصحابة رضوان الله عليهم وعلينا أن لو مد الله في أعمارهم ليقوموا بمثل ما قام به أولئك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فجاء في كل سنة بفضل الله أن تأتي ليلة، ولاحظ هو لم يقل مثل 1000 شهر، يعني العلماء الآن لما بيقولوا 83 سنة و4 شهور، هو قال خير، وخير الله لا حدود له، بركة الله لا حدود لها. طبعا ما معنى البركة؟ هي زيادة الخير، ثباته، استقراره، صلاحه. يعني ولاحظ مثلا من البركة، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب كانوا حوالي 3000 مقاتل، جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنا، رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى يعني يضع حجرين من شدة الجوع، الصحابة الواحد منهم يضع حجر، هو حجرين. الآن ذهب إلى زوجته، هل عندنا من شيء نأكله أو نطعم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قالت عندنا عناق سخلة صغيرة وبعض الدقيق من شعير أو غير ذلك أو شعير. فقال لها يعني اعجني ثم لأذهب وأدعو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني حضن الزاد. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام سأله ماذا أعددتم؟ قال كذا وكذا. فقال لكل أهل الخندق قوم، لا إله إلا الله. فعاد الرجل يعني محمرا وجهه محرج، كيف يكفي هذا الطعام؟ نعم. فالمهم قالت له زوجته وكانت امرأة صالحة، أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام بما أعددنا؟ قال نعم. قالت إذن الله ورسوله أعلم. فيقول لكل الصحابة تقدموا مجموعات فيأكلوا والطعام يزيد، هذه هي البركة. ورمضان كما قلنا كل واحد فينا الذي عاش 60 70 سنة، حينما يدرك 50 سنة ليلة قدر، يستطيع أن يضيف إلى عمره آلاف السنين وليس مئات السنين. وبالتالي بفضل الله، يعني لاحظ حتى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الفترة التي عاشها كم كانت؟ كانت يسيرة مقارنة بأعمال الأمم السابقة، لكن انظر إلى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة العظيمة. ممتد. هذه من معاني البركة. بارك الله فيك. إشارات، وإلا فالمجال بحاجة إلى مزيد من التفصيل. بارك الله فيك. لكن يعني هنا يمكن أن نجمل، من أراد البركة فعليه باستغلال هذا الشهر المبارك. ثم إن الصحابة من خلال حديثك فضيلة الشيخ أرادوا أن يطيل الله أعمارهم حتى يستغلوا هذه الأعمار في طاعة الله عز وجل، يعني وليس في ملذات الدنيا ومتاعها. وبالتالي عوضهم الله عز وجل في هذا الشهر بليلة هي خير من 1000 شهر. يعني الحديث كثير حول رمضان، يمكن أن نختم فضيلة الشيخ بأن آيات الصيام قد ختمت بقوله تعالى لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلهم يرشدون، وكأن الصيام له علاقة
بالرشد، له علاقة بالشكر، له علاقة بالتقوى، فلو إشارات سريعة بارك الله فيك حول هذه القضية. هو بداية يعني حينما عللت هذه أو تعليل الصيام في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عنا يقول إذا سمعت نداء يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع جيدا، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. حينما جعل الله عز وجل فريضة الصيام ركن من أركان إسلام الخمسة، هذا مؤشر إلى أهمية الصيام ودوره في النفوس البشرية وتزكية الأنفس وتطهيرها والوصول إلى هذه الدرجات التي تفضلت وذكرتها. حينما كتاب الله عز وجل لاحظ كلما أعطي موضوع حجم أكبر كلما كان مؤشر لأهميته. فلا شك أن التقوى يعني كما قال عليه الصلاة والسلام والصوم جنة، صوم وقاية، وقاية من المعاصي وقاية من النار. ثم الصوم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم. أخي الفاضل كثيرا ما نسأل ويوميا أسئلة، هل القطرة في العين بتفطر؟ هل الاستخدام السواك أو معلول الأسنان يفطر؟ الذهاب لطبيب الأسنان هل يفطر؟ أتمنى أن يسأل بعض الإخوة الكرام، هل أذى الجار يؤثر في الصيام؟ هل قطيعة الأرحام تؤثر في الصيام؟ هل عقوق الوالدين يؤثر في الصيام؟ يعني كما قالوا من ضيع الأصول حرم الوصول. ولذلك لما ذكر أمام النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة أنها كانت تصوم تقوم الليل ولكنها كانت تؤذي جيرانها، ماذا قال؟ قال هي في النار. لما يقول السادة الظاهرية الأوزاعي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم وعنا بأن معاصي الجوارح قد تبطل الصيام تصل إلى البطلان، طبعا بقية العلماء أو جمهور العلماء قالوا لا يبطل الصيام ولكنه يؤثر في الصيام، يعني يسقط الفرض ولكن ليس له أجر. وهل سلام. هذا بالأمر البسيط أبدا، يعني أن يصوم الإنسان 15 ساعة أو 16 ساعة مع جوع وعطش فقط ليخرج بهذه الحصيلة البسيطة؟ فلذلك هنا جاء التذييل لعلكم تتقون ثم لعلهم يرشدون. والرشد غير البلوغ، يعني قد تجد إنسان ليس فقط وصل إلى سن البلوغ إنما وصل 30 و40 و50 وهو مثل الطفل الصغير لاهتماماته، يعني مجرد تضيع هذه الأوقات العظيمة الثمينة جدا المفروض بالنانو ثانية. يعني تعال أضرب مثلا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال من قال سبحان الله غرست له شجرة في الجنة. شجر الجنة يسير الراكب الجواد المضمر 100 عام لا يقطع ظلها. طيب ثواني رمضان المباركة هل يجوز أن تضيع أو تكون في غفلة ولا تغتنم؟ لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم وعلينا فيتقدم كأنه يتناول شيء ثم يتراجع، استغرب من الصحابة يا رسول الله رأينا منك عجبا بعد الصلاة، تقدمت ثم تكعكعت، فقال لقد عرضت علي ثمار الجنة فتقدمت لآتيكم بقطف فحيل بيني وبين ذلك ولو أتيتكم بقطف لأكل منه أهل الأرض إلى يوم القيامة وما نفد. بارك الله فيك. إذن الثاني أحسن من كل الدنيا إن أحسننا الاستفادة منها. الله يبارك فيك. يعني في ختام هذا اللقاء المبارك وردنا يعني والأسئلة كثيرة، لكن بشكل سريع فضيلة الشيخ، السائل يقول هل صلاة التراويح واجبة وهل يعني يجب أيضا قراءة القرآن الكريم؟ لا، هي لا شك أن صلاة التراويح سنة، لكن يجب أن نذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وقراءة القرآن كذلك واجبة، يعني سنة، والبعض يصل إلى الوجوب. على كل حال إحنا قبل ما نقول واجب أو غير واجب، القرآن الكريم حوالي 320,000 حرف تزيد قليلا، وزعها أخي الفاضل على الأجزاء، يعني كل جزء
قريب 10,000 حرف. 10,000 حرف اضربها في 10 حسنات 100,000 حسنة، اضرب في 70 في رمضان على الأقل، يعني بإمكانك ملايين خير خلال نص ساعة. خير عظيم. يكفي هذا الشيء. وتتم عدد الركعات التراويح يعني أقلها 8. أقلها 8. ثم المجال مفتوح طبعا بالإضافة إلى 3 وتر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء المبارك. الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيكم، نشكر فضيلة الشيخ، وإن شاء الله نلتقيكم في لقاء آخر مع رمضانيات. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاك الله خير، إن شاء الله في ميزان حسناتك.